طالما مضيت، طالما حط الطاعه، بس مين نرجع بقى لايماننا، مين اللي يستحق ان انا اسلم له قلبي وعقلي وقراراتي وحالي وديني؟ عشان المراه على دين زوجها، ومين مين اللي يستحق؟ نقيه، احفظوا النقيه الصالح، قران الرباني اللي مرجعيته ربنا، الخلوق المحترم صاحب غض البصر وكفر القلب، من قدمنا دينه وكله مش بالشك ولا بفهلوه الكلام. ان في عيال مفيدات لا في شباب رهيب، بص تلاقيه بص يدفن بكلمتين كده، وانت بقى ما شاء الله مسكينه بتسمعي الكلام، المراه ودني يعني وقع، لا بالشك ولا بفهلوه الكلام ولا بالكلام المعفوف ولا بالطرق الحرام. انت واحده عزيزه عزك الاسلام زي ما انت قاعده كده، قاعده عزه كده، اقعدي كده حاطه رجل على رجل، ساعه ما تقعدش خليكوا هلا ركبها تربح، حطي كده رجل على رجل، تمام؟ برنسيسه الاسلام. ايه يا بنتي موافقه ده؟ اه مش موافقه، محدش يقدر يتكلم. عايزه ايه؟ ولك مهر ولك اجازه ولك حق ولك احترام ولك كينونه ولك ذمه ماليه منفصله في كل حاجه. بس هو مين اللي يستحق انك تسلمي له قلبك؟ اوعي تخلي قلبك ورقه وريشه مهب الريح كده، منين اللي ينفخ هنا يطيرها واللي ينفخ هنا يطيرها. اوعي تكوني، اوعي اوعي ترخصي سمعتك، اوعي يتقال عليكي كلمه في لحظه غفله عن الله، اوعي حد يمسك عليكي شات ولا يمسك عليكي صور ولا تروحي تعملي في نفسك كذا ويبقى اقسم بالله وحصل وموقف ودايما وحكيته من 2017. وقف الشباب على قمه الشارع والبنت جايه من سنتر الدرس، وهو موقف صحابه على قمه الشارع وهو متعمد ياخدها من اول القمه لحد الناحيه دي ويحط ايده عليها عشان هم يشوفوا. كنت بنشر الغسيل ساعتها وكبيت ميه الغسيل عندي. ده هو موقفهم عشان يشوفوكي. وده حصل حقيقي. اوعي بس انت عزيزه بالاسلام، بطاعتك لله سبحانه وتعالى. بمفهومك الصح عن الحب، عن الاختلاط، عن التعامل، عن السمت. مش واقفه وعماله تبص وتقرب للولا وقاعده جنبه وعماله تضحك ومش عارفه ايه وتضرب على كتفه ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين الانثى هنا؟ فين الانثى؟ عمرك ما تبقي جريئه، جرأه، الجرأه في قول الحق. لكن في المعطيات والكلام ولا لا 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 فهموكي غلط. الأنوثة حياة، الأنوثة صوت. أقول لك إيه؟ مش عارف هلا اللي مفيش، أقول لك أصلها جدعة غلط، يمشي جدعة. فين الحاجة؟ فين الأنوثة؟ فين اللي غض بصرها؟ فين اللي قالت الآية اللي قالت تمشي على استحياء؟ مش اللي بالة اللي محطوطة وكف الإيد اللي عامل ونزلت معرفش إيه والحركات اللي بتتعمل وعامل مش عارفة إيه، تقطيع البصر اللي عمال بيحصل في الحركات دي. لا مش دي البنت. كلكم اللهم بارك وانتم قاعدين امارات جميلات ان شاء الله عفيفات مسلمات، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم دنيا واخره وقولوا امين. اوعي ترخصي، انت غاليه. انت مش محتاجه حد يجي يقول لك كلمه عشان تثق في نفسك فتقعي. انت مش فاقده حب ولا فاقده حنان وتستمدين من ربنا، وده المعنى اللي هختم بيه، مش عايزه اطول اكتر من كده. انت مش فاقده الكلام ده عشان تسمعيه من ذئب من ذئاب الليل بره جاي لك عن طريق الروضه ولا جاي لك عن طريق داتا الموبايل. لا انت قويه وجميله ويتقال عليكي كده، او من ينشأ في الحلم. انت بتاعت الحيه والكلام جميل، انت بتاعت الجنبيات والدباديب والحاجات الحلوه، انت الانثى الحيه الشريفه العفيفه اللي ربنا كرمك. مش هيجي كلمة يضحك عليكي كلمتين بيها فقط تحت اسم ومفهوم الحب، لا لا